الوضع محرج جدا، اللي هو إعدام بريء، إعدام بريء. طب السؤال اللي هنا بيخطر في بالي، اللي قتل أبونا أمينة شحاتة اتعدم بعد قد إيه؟ هو اتعدم أصلا؟ اتعدم أصلا اللي قتل أبونا أمينة شحاتة؟ فين جثته اللي اتعدم؟ اشمعنى أبونا شحاتة وأبونا فلتاس بالذات الاتنين دول؟ ايه السر ربطتهم ببعض؟ ربطهم ازاي؟ أي اتنين ربط ربط، عايزين نخلص القضية. احنا ورا عندنا وقت نشوف مين اللي قتل يا عم. انا كان واصل لي للاسف، يعني كنت بقول لحد من اخوات الرهبان، مش دول، احد الرهبان اللي موجود في دير ابو مار، كنت بقول له يا حبيبي انا وصلني الناس بتستغيث من الرهبان في الدير ساعة الاحداث دي من التعذيب. قال لي لا يا عم، متأكد يا عم؟ ده انت اخوك جوه الدير، قول لي. فالمشكلة إن كان في ناس مش في التيه متوهين، أحد أخوات رهبان تانيين موجودين برضو في نفس الدير في التيه تايهين. طب ما احنا لو كان السوشيال ميديا في الوقت ده تنفع في الوقت ده رزق السوشيال ميديا، كانش تعمل معاهم كده. لكن يطلع شاب ما بيفهمش ولا بنت ما تفهمش، لكن انا انت بتدافع عنهم عشان رهبان، زي ما واحد جالي قبل كده هشوفهم. اوكي خلص واشوفهم انا عارف كده. يا واحد يقول لي ايه انت الموضوع ده، يعني تلاقيه بيرغي في الكلام وهو مش فاهم مش مستوعب. والموضوع ده انتوا بتدافعوا عشان خاطر الرهبان؟ عشان هو في رهبان؟ هو الرهبان دول مش بني ادمين؟ مش ممكن يغلطوا؟ يخرب بيت ابوك بجد، هيخرب بيت ابو دماغكم. ده دي دعوة ليهم، بس ربنا خرب دماغهم الناس دي. هنستريح احنا، لان دول هتعبوا المجتمع كله، دول التعبين المسيحيين كلهم. الناس اللي ما بتفكرش دي ربنا يعني حقيقي لو خدهم يبقى ريحنا، ياخدهم كده موتة ربنا. الناس دي ربنا ياخدهم يبقى ريحنا فعلا من وجع القلب. ليه بقى؟ الناس دي هي دي اللي بتعمل مصايب فينا. ليه؟ تحصل اضطهاد يبقى مش شايف ان ده اضطهاد، تحصل مشاكل، تحصل سرقة، تحصل خطف بنات، تحصل يبقى عالم مش مستوعبين، تحس ان هم حشاشين. مش عايش الناس، من الناس مش عايشة عشان تفكر. الناس اللي مش عايشة عشان تفكر دي بلاش تدلي في أقوالها في أي شيء، لأن دول خسارة فيهم الواحد يضيع وقته معاهم. فتلاقي نوعيات من النوعية دي، أنتوا بتحاربوا وأنتوا بتدافعوا عنهم لمجرد أنتوا عشان دول رهبان بس. تبص على البروفايل، حضرتك طايفتك إيه؟ تبص على البروفايل، أخ إيه ده؟ ده الاكونت اصلا فيك. اوبا ده الواد ده اصلا مش ارثوذكسي. اوبا ده الواد ده ليه علاقة او مصلحة من جهة معينة. اوبا تلاقي 500. اوبا بتقولها طب ازاي؟ طب ازاي؟ ازاي نصدق ناس ليها اصلا مصلحه ان هي تشوف وتقول على الكنيسه المبطيه ان هم منشقين او فيهم انشقاق او فيهم كلام فاضي فارغ؟ ازاي يعني؟ ازاي دول نصدقهم ازاي؟ عشان كده نشغل دي. واهم ما في دي كلها مهمه، بس اهم العقل. لما نشغل العقل جوه الدماغ دي هنلاقي حاجات حلوة، هنلاقي ردود أفعال سليمة تجاه المواقف. أرض دير اتاخدت، أعرابي كان موجود نط في أصول الدير قبلها بأسبوعين، اتبعت استغاثة للرئيس.